قرأت صرا ما صراش، تصريحات أو عناوين عريضة نطرحها في هذه الفقرة، وعلى الفاعلين في صرا ما صرا يقولون في نظرهم كاينة ولا ما كاش. الفقرة الأولى أو العنوان الأول اللي شفناه في الصحافة الجزائرية هذا الأسبوع، زيادة 17% في سعر قارورة الماء المعدني. هشام، صرا ما صراش فيه كلام لكن فيه نفي أيضا. فيه كلام وفيه نفي. نقول ما صراش. ما صراش. محمد علاف. ما انتبهتش. ما انتبهتش. أنا خلصتها دونك صرات. صرات. كاينة زيادة. مهدي كاينة زيادة. وغير معلنة بصراحة. غير معلنة. نضال. ما نظنش. إيه. حمدي. آخر حاجة شريها بسعر عادي زي ما هو. إيه. كما قال هشام، خرجت هذه المعلومة لم يتم نفيها أو تأكيدها، لكن الأمر الواقع أنه الجزائري راهو يشري في قارورات الماء المعدني بأسعار زايدة غير معلنة. صغيرة هذيك 3000 خلصنا. نعم. العنوان الآخر. تعليق اشتراك الهاتف النقال على المسؤول عن المسؤولين وتعويضه بالفليكسي. ما صراش. ما صراش. ما شكيتش صرات ثاني. ما صراش. ما سمعتهاش، ما توقع. ما صراش. حسن، ما صراش. ما صراش. ما صراش. ما صراش. ما صراش. إي بصرة. هذا مقترح تاع الوزير الأول لوزراء الحكومة وأيضا للمسؤولين الكبار في مختلف القطاعات بضرورة التقشف في كثير من القطاعات، نقصة ميزانية التسيير إلى 50% من الميزانية السابقة بما فيها الاشتراك في الهاتف النقال ولي بون تاع ليسونس وهلم جرى. نتمنى أنه تجسد، مش غير قرارات ولا اتصالات هاتفية. القرار كاين منه لكن يجسد أو لا يجسد هذه علمها عند الله والراسخون في المسؤولين. المشكلة هو التليفون. السؤال أو العنوان الآخر. وزير الداخلية الفرنسي يطرد جزائريا رفض توصيل طلبات لليهود. سرات. محمد علال. حسن. ممكن جدا. سرات. ممكن جدا. رحيمة. سي بوسيبل وي. سي بوسيبل. سرات. سرات.